دانييلا رحمة ونصيف زيتون يعلنان زواجهما رسمياً. في مفاجأة سارة لعشاق الفن والإعلام، أعلن النجمان دانييلا رحمة ونصيف زيتون زواجهما رسمياً. هذا أثار ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي وفي الوسط الفني. قصة الحب التي جمعت بينهما كانت محط اهتمام الكثيرين، خصوصاً مع الشائعات التي ترددت حول علاقتهما خلال السنوات الماضية. بدأت قصة الحب بين دانييلا ونصيف في الكواليس، حيث جمعتهما مناسبات فنية مشتركة وأصدقاء مقربون، ومع مرور الوقت نمت العلاقة بينهما وازداد التفاهم والانسجام، لكنها بقيت بعيدة عن الأضواء والإعلام حتى الإعلان الرسمي. اختار الزوجان أن يعلنا عن زواجهما بطريقة مميزة عبر حساباتهما في مواقع التواصل الاجتماعي. نشر كل منهما صورة تجمعهما مع رسالة حب مؤثرة، مما أثار إعجاب وتفاعل الجمهور، كما إنهما قاما بتنظيم حفل زفاف خاص اقتصر على الأهل والأصدقاء المقربين. هذا أضفى طابعا حميميا على المناسبة. وقد تلقى الزوجان العديد من التهاني والتبريكات من محبيهما وزملائهما في الوسط الفني. أشاد الكثيرون بالثنائي ووصفوا علاقتهما بأنها نموذجية وتعكس الحب الحقيقي والتفاهم المتبادل، كما عبر المتابعون عن سعادتهم برؤية هذا الثنائي المحبوب وهو يخطو خطوة جديدة في حياته. دانييلا رحمة، النجمة اللبنانية التي أثبتت نفسها في عالم التمثيل والإعلام، ونصيف زيتون، المطرب السوري الذي حقق نجاحا كبيرا بأغانيه وآدائه المميز، شكلا معا ثنائيا متكاملا في الحياة والفن، ويجمع بينهما الشغف والإبداع، وهو ما ساعدهما على بناء علاقة قوية ومستقرة. فارق السن بين دانييلا رحمة ونصيف زيتون هو عامان. دانييلا ولدت في 13 من أكتوبر من عام 1990، بينما نصيف زيتون ولد في 25 من سبتمبر من عام 1988. هذا يجعل نصيف أكبر من دانييلا بعامين تقريبا. هذا الفارق الصغير في السن لم يكن عائقا أمام حبهما وتفاهمهما، بل على العكس أسهم في تعزيز التوافق والانسجام بينهما. بعد الإعلان عن زواجهما، يتطلع الجمهور لمعرفة المزيد عن خططهما المستقبلية، سواء في حياتهما الشخصية أو المهنية. هل سيشتركان في أعمال فنية مشتركة؟ وهل سيظهران معا في المزيد من المناسبات العامة؟ تبقى هذه الأسئلة بانتظار الإجابة من الزوجين المحبوبين. لم يتم الكشف بشكل رسمي عن تفاصيل نوع الزواج الذي جمع بين دانييلا ونصيف، سواء كان زواجا دينيا أم مدنيا. يعرف أن دانييلا ونصيف ينتميان إلى بيئات ثقافية ودينية مختلفة. دانييلا ولدت في عائلة مارونية مسيحية من لبنان، وهي واحدة من الطوائف المسيحية البارزة هناك. أما نصيف فهو ينتمي إلى الديانة المسيحية الأرثوذكسية، وهو من سوريا بطبيعة الحال. كلاهما إذن ينتمي إلى الديانة المسيحية، لكنهما ينتميان إلى مذاهب مسيحية مختلفة. في الختام من قناة قصة حياة، نتمنى لدانييلا رحمة ونصيف زيتون حياة مليئة بالحب والسعادة والنجاح، ومبروك لهما.